بداية ريم، عرفينا عن نفسك. ريم عثمان من قرية الرامي، مستشارة اجتماعية، محاضرة في موضوع الاتصال الذاتي، رئيسة جمعية منا وفينا. ريم، ما هي أمنياتك مع حلول عيد الأضحى المبارك؟ اسمح لي أن أقول لك كلمة بأي حال نعطى يا عيد. من أحد أمنياتي للمدى البعيد هي السلام، مع أنه هاي الأمنية صعب تحقيقها. أمنيتي الهدوء، أنه كل فرد في هاي العالم يعيش براحة ذاتية، يقدر يوصل على القليلة أقل ما فيها المتطلبات البسيطة للحياة اليومية. أمنيتي أنه نذكر الله، نعيش بواساعة. هاي أكتر أمنية ممكن أطلبها يعني للعيد، وعدم تجريح بالنساء، بيع النساء في الأسواق في عدة مدن عربية، قتل وإباحة سفك دماء شعوب أخرى، حضارات أخرى. أمنيات للعيد. جميل جدا ريم، هل هناك أمنيات على الصعيد الشخصي؟ على الصعيد الشخصي بالمدى القريب البعيد، أمنيتي أني أخذ شهادة الدكتوراه، واني اقدر اعمل اشي، مشروع اللي هو يساعد البشرية في هاي الطريقة. يعني ريم، يعني ان شاء الله بنتمنى انه اللقاء الجاي نقول لك دكتور ريم عثمان، وكل عام وانت بألف خير. وانت بخير، شكرا لك. السيدة اشراق خير غضبان، المعالجة بالطب الصيني، ما هي امنياتك مع حلول عيد الاضحى المبارك؟ بتمنى انه تحل السلام على كل على اهلنا في سوريا، على كل العالم، وبتمنى انه تنعاد على الامه العربيه بالصحه والعافيه، واكيد كمان انه نقدر نطور كمان مقام المراه في المجتمع العربي وفي المجتمع الدرزي خاصه. كل عام وانتم بالف خير، وبتمنى لكم يكون العيد رايق وينعاد عليكم بالصحه والعافيه. حلو. أشرق، هل هناك أمنيات على الصعيد الشخصي؟ أكيد إنه نقدر أكثر كمان نطور من العيادة تبعتنا، ومن نجاح لنجاح، وأكيد لسه السنة الدراسية الجاية علينا كمان، أنا مخلصة بالتعليم تبعي، إن شاء الله إنه يكون إني كمان سنة ناجحة، وأكيد على بنتي وعلى جوزي نفس الشيء. حلو، إن شاء الله الله يخليهم ويخليك فوق راسهم، وكل عام أنت وألف خير. تسلم عماد، شكرا كثير كثير. السيدة نادية حمدان، رئيسة نعمات لواء مركز الجليل، ما هي أمنياتك مع حلول عيد الأضحى المبارك؟ أول إشي بعيد على الطائفة المسيحية بمناسبة عيد الصليب، على الطائفة الإسلامية والدرزية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمنياتي في العيد بمناسبة هذا العيد، طائفتنا ترجع لحفظ الإخوان وصدق اللسان والتسليم بالإيمان اللي هن عم ينسوه. بتمنى إنه عن جد إحنا نرجع ونحس بالأمان والسلام بين بعضنا. صدقني البطر عم بيعمل بصر، وهذا المثل عم بينطبق في هاي الفترة على المجموعات الموجودة، وأنا بشوف هيك. أنا كمرأة وكمرأة قيادية بحس حالي وبعرف حالي إنه إحنا لازم الرجال تأخذ بإيد النساء ويكونوا شراكي في العمل الجماهيري، بلاش يضلوا ممنوعات ممنوعات ممنوعات. المرأة المتدينة بدها تتدين، طبعا هي رح تختار طريقها، بس المرأة المش متدينة بلاش ينبذوها، بلاش يحطوا أمامها حواجز. وهذا اللي بطلبه من مشايخنا الأفاضل، وأنا من النساء اللي إنساني مؤمنة جدا، بزبط مش متدينة، أنا مش بعيدة عن الدين، أنا كتير قريبة منه ومن الإيمان، بس ظروفي ما سمحت ليش، يمكن كمان الله ما هدانيش أكون متدينة، بس أنا إنسانة معطاءة، وبطلب من مشايخنا يطلعوا على النساء اللي هن، إحنا مش جاهلات، إحنا جاهلات دينيا، بس إحنا النساء بتمنى إن المشايخ يطلعوا علينا بنظرة إيجابية، يحطوا إيديهم بإيدينا ويدعمونا على أساس نخلي مجتمعنا يرتقي. نادية، يعني هل هناك أمنيات على الصعيد الشخصي؟ على الصعيد الشخصي أنا الحمد لله مستكفية في اللي أنا فيه، بتمنى إنه الصحة أهم إشي، الصحة، وتاني مرة كمان الصحة، والتقدم في عملي، وقديش بقدر أساعد في تقدم مكانة المرأة في المجتمع، أنا على أهبة الاستعداد. الله يعطيك الصحة، وكل عام وأنت بألف خير. شكرا لك. السيدة لولو عنبر،
المستشارة لتطوير مكانة المرأة في قرية الرمي، ما هي أمنياتك مع حلول عيد الأضحى المبارك؟ أول شيء مرحبا، أنا عندي أمنيات كثيرة يمكن على صعيد مش بس بلد، ولا على صعيد نسائي، ولا على صعيد خلينا نقول سياسي، على صعيد كثير وسيع. كثير بتمنى إنه يحل السلام، لأنها أمنية كثير صعبة بالشرق الأوسط، خاصة إنه كثير ناس قريبين مننا موجودين بمحلات كثير صعبة، زي الموجودين بالسويد وزي الموجودين بسوريا وزي الموجودين بلبنان، كثير محلات. بتأمل إنه تكون ظروفهم أحسن من هيك في العيد الجاي. بتمنى إنه يحققوا أمنياتهم على جميع الأسرة، كمان لصديقاتي في المجلس النسائي، الصبايا اللي هون بيرافقوني في كل محل بروح عليه، المحل أنا موجودة فيه كمستشارة للنهوض في مكانة المرأة في الرامي. صبايا بجننوا كتير بدعموني، وكمان بتمنى لهم عيد سعيد للصبايا المسيحية كلهم هون كتير بمناسبة عيد الصليب، وكمان لصبايا اللي بدخلوا الإسلام كمان بمناسبة عيد الأضحى. عندنا مجلس نسائي مختلط من جميع شرائح المجتمع، والصبايا كثير كثير داعمات. هذا على صعيد العيد الأضحى. حلو لولو، شكرا على الكلام الجميل والمعبر. هل لديك أمنيات على الصعيد الشخصي؟ عندي أمنيات على الصعيد الشخصي. أكثر أمنية بتمنى أن أنجح فيها، أنا رح أبلش شهر 10 الشهر الجاي في لقب ثاني، شمير خبراتي بقيمة صوت ومنوت، بتأمل أنجح، وبتأمل أنجح كمان أن أعمل الباب الثالث. اوكي لولو، يعني نطلب من الله ان نجري معك مقابله في المره القادمه، ومعك لقب الام اي، ولديك 3 اطفال، وكل عام وانت بالف الف خير. وانت بالف خير يا مالين، عاد عليك، شكرا.